الحمد لله الذي أكرم الإنسان وعلمه النطق والبيان، والذي رفع شأن العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. عنوان المؤتمر: الحركتان العلمية والفكرية في العراق وفي العصر الحديث. وعنوان بحث: الجهود الأصولية للشيخ العلامة عبد الكريم الدبان من خلال كتابه الشرح الجديد لجمع الجوامع من باب التعادل والتراجيح نموذجاً ومثالاً. يتكون البحث أيها الأحبة من عدة مباحث، وأما حجمه فقد وصل إلى 30 صفحة. درست خلاله ما له صلة بالموضوع وما تطرق إليه الشيخ من باب التعادل والتراجيح. وبطبيعة الحال وفي أكثر المؤتمرات العلمية يلقي الباحث نبذة مختصرة موجزة معصرة من بحثه، وسأبذل جهودي إن شاء الله نحو هذا الهدف. ذكرت في مقدمة بحثي أسباب اختيار الموضوع ومشاكل البحث وأهداف البحث والمنهج المتبع وما إلى ذلك، ومن ثم أتيت بتمهيد فأوردت فيه كلمات وأسطر عن حياة الشيخ رحمه الله. فاسمه هو عبد الكريم بن حمادي الدبان التكريتي البغدادي، يعود نسبه إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، والذي نسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولادته: ولد شيخنا الجليل في مدينة التكريت في عام 1910، وتعلم القرآن منذ صغره، ثم استمر على طلب العلم إلى أن حصل على الإجازتين العلميتين. أما الأولى فقد أجازه الشيخ عبد الوهاب البدري السامرائي، وذلك في سنة 1934، وأما الثانية فقد أجازه الشيخ داود التكريتي، وذلك في سنة 1935، يعني بعد سنة من الإجازة الأولى. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الشيخ كان حريصا على طلب العلم. وأما ثناء العلماء على الشيخ فقد ذكر العلماء وعبروا عن مكانة الشيخ العلمية بعبارات دقيقة ودقيقة معبرة عن الإجلال والإكرام له. وفاته: توفي شيخنا رحمه الله في سنة 1993، ودفن في مقبرة الجيلانية بعبد القادر الجيلاني. قال شيخنا المدرس: أشهد بالله بعد وفاته، أشهد بالله ما ترك بعده مثله ولا يوجد له نظير. كما قلت قسمت البحث إلى مباحث، فالمبحث الأول تكلمت عن الجهود العلمية للشيخ الدبان ومنهجه في الشرح الجديد. هذا الشرح الجديد طبعا هو كتاب شرح فيه كتاب ابن السبكي جمع الجوامع، كتاب معروف في أصول الفقه. توفي ابن السبكي في سنة 771، وقد شرح عليه العلماء شروحا كثيرة وعليه حواشي كثيرة، وأتى الشيخ بشرح وجيز على هذا الكتاب. كلنا نعرف أن لعلماء الأمة الإسلامية أدوارا مختلفة في كل عصر، فكان لهم مساهمات محمودة في زوايا الحياة المتباينة، وأنهم كانوا شخصيات في شخصية واحدة، وذلك لإحساسهم بالمسؤولية وحرصهم على مصالح العباد والبلاد، وهذا أمر نابع من تعاليم دينهم. فكان للشيخ جهودا اجتماعيا وجهودا علمية. ومن الجهود العلمية للشيخ الدبان التدريس، حيث قضى أكثر حياته بممارسة التدريس، فلم يتركه إلى آخر حياته. وحصاد تدريسه عبارة عن 55 عاما،
أي أكثر من ثلثي عمره قضى في التدريس، حيث كان عمره عند وفاته 73 سنة، ومن هذا 55 سنة قضاه في التدريس. وأما النقطة الثانية الإفتاء، كان له باع طويل في الفتوى، وقد نشر بعض فتاويه في مجلد التربية الإسلامية. التأليف، مع كثرة أعمال الشيخ واهتمامه بمجال الاجتماعيات وحل النزاع ومشاكل الناس، ومع ذلك ألف أكثر من 17 كتابا. وكذلك الذين درسوا حياة الشيخ وجهوده العلمية، الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، وكذلك أنيس عفوا، الدكتور غانم الدوري قدم بحثا بعنوان الفكر المنهجي في مؤلفات الشيخ، وكذلك الدكتور رواح حسين حقق رسالة الشيخ لشيخه الشيخ أحمد، والدكتور صلاح عبيدي حقق كتاب هذا الكتاب الشرح الجديد لجمع الجوامع. وأما جهوده في الشرح الجديد ومنهجه، بيّن الشيخ سبب قيامه بكتابة هذا الشرح أو بشرح هذا الكتاب شرح جمع الجوامع، أنه يرى بعض عبارات الكتاب وجمله فيها صعوبة لعصره، فبذل الشيخ جهوده لتسهيل هذه العبارات والجمل، وكذلك طلب بعض الناس منه أن يقوم بشرح الكتاب. وأما منهجه أثناء الشرح، سلك الشيخ في الشرح مسلكا متميزا وميسرا، وذلك بالتركيز على الاختصار المفيد، وحاول تجريد كتابه عن الجدل والاختلافات التي لا طائل تحتها. ثالثا، جعل المتن بين القوسين وناقش المتن والشرح المحلي معا أحيانا. رابعا، أقر الشيخ بأن كتابه بحاجة إلى المراجعة والتدقيق، وهذا من تواضعه، فيقول: أشعر بأن بعض ما كتبته يحتاج إلى تدقيق أكثر. خامسا، من مزايا منهجه الاهتمام بالنصوص للاستدلال والتمثيل بها، وهذه ميزة للشيخ رحمه الله. سادسا، يرى الناظر في الشرح قلة التعليقات، ويرجع هذا إلى ما ذكره في المقدمة رحمه الله تجنبا من الإطالة المؤدية إلى الملل. سابعا، مجانبته التعصب والتقليد لأحد، لا لمذهب ولا لاتجاه، وكذلك أدبه مع العلماء وإجلاله لهم، فلا تجد في الشرح جملة غير مناسبة تجاه عالم أو مذهب مهما لم يعجبه. ثامنا، الأمانة العلمية، تدخل الأمانة العلمية في النقل في إطار حسن الخلق، والمسلم طبعا أولى بها، والشيخ التزم بهذه المزية فيضيف الأقوال إلى قائليها بكثرة. تاسعا، الموضوعية، وهي عبارة عن التركيز في موضوع البحث وعدم الخروج عنه، والشيخ التزم بالمنهجية. المبحث الثاني، التعادل بين الأدلة والأمارات، طبعا هذا يعتبر من صلب البحث، والكلام فيه حقيقة كلام طويل، ولكن أختصر في نقطتين. أما النقطة الأولى، ذكر الشيخ أن ابن السبكي رحمه الله امتنع عن وجود التعارض بين الأدلة وكذلك بين الأمارات، وتابعه الشيخ في الأدلة وخالفه ظاهرا في الأمارات، ولكن بعد التأمل والتتبع والاستقراء يتبين أن الذي نفاه ابن السبكي هو الذي نفاه الشيخ، وأن الذي نفاه ابن السبكي كذلك نفاه الشيخ. فابن السبكي نفى أن يكون هناك تعارض واقعي، وأما التعارض الذهني والنظري فأقره ابن السبكي وكذلك أقره الشيخ. وفي التعارض بين الأمارات نفاه ابن السبكي، ولكن الشيخ قال: والجمهور يقولون بجواز ذلك. لكن هذا الجواز أيضا جواز نظري وليس جواز في الوقوع، بدليل أن الشيخ مع أنه
يقول أن الجمهور بخلاف ما ذكره ابن السكي يعود رأسا مباشرة ويقول فإن وقع في ذهن المجتهد، فإن وقع في ذهن المجتهد يعني معناه أن تعارض نظري وعقلي وليس تعارض في الواقع. طبعا المختصر اللي بين يدي عبارة عن 8 صفحات ويبدو ما أقدر أكمل إن شاء الله، أروح على التوصيات إن شاء الله على الخاتمة بإذن الله. الشرح له محاسن كثيرة، ومن محاسنه أنه وضح كثيرا من عبارات الكتاب أي الجمع الجامع، وقدمها بأسلوب راق لطيف واضح، ألفاظ سهلة وسلسة. وتتجلى هذه الحقيقة عند مقارنة الشرح بغيره، فتجد أنه أهون وأسهل بكثير. ولو توسع الشيخ قليلا وأتى بأمثلة تطبيقية لبعض مسائل الكتاب لكان من أرقى الشروح في هذا العصر، لأن من أسباب صعوبة الكتاب كما تفضل به الشيخ في بداية كتابه أو شرحه هو عدم وجود أمثلة توضح المقاصد والمسائل. ثانيا، يظهر في الشرح تواضع الشيخ، حيث يقول في بداية شرحه أشعر بأن بعض ما كتبت يحتاج إلى تدقيق ومراجعة. ثالثا، كان الأولى للشيخ أن يسمى شرحه الوجيز أو الميسر دون الجديد، لأن المتبادرة إلى الذهن من لفظة الجديد أن الإنسان يتصور سيسمع ما لا يسمعه من قبل. رابعا، أورد الشيخ عبارات وألفاظ كثيرة وأدخلها في المتن وبين الأقواس اللي ذكره في البداية، خصوصا من شرح المحلي جلال الدين المحلي، وكذلك بل توضيحات من قبل الشيخ وأدخلها في ضمن المتن وليس هذه الأمور في صلب المتن، مع عدم الإشارة إلى هذا لا في بداية الشرح ولا أثناء الإدراج. وبذلك خرج من قولي رحمه الله وقد جعلت الأصل أي المتن بين خطين أفقيين. خامسا، تعليقات الشيخ وتوضيحاته واعتراضاته ليست كثيرة، وذلك لأنه لم يرد شرحا مطولا بل أراد شرحا مبسطا وجيزا، ولكونه شارحا وليس مؤلفا كما هو قال في البداية. سادسا، عنوان الباب هكذا عند ابن السبكي، الكتاب السادس في التعادل والتراجيح بين الأدلة عند تعارضها، فحذف الشيخ المقطع الثاني أي بين الأدلة دون ذكر لها. سابعا، هناك زلات قلم في بعض المسائل، فعلى سبيل المثال كتب شيخنا الجليل الله يرحمه في سنة وفاة البصري أبو حسين البصري أنه توفي في سنة 463، بينما توفي صاحب المعتمد أبو الحسين البصري في سنة 463. ثامنا، عند كلام المصنف يقول ونضرع إليك في منع الموانع، قال الشيخ وأشار بمنع الموانع إلى كتاب له بهذا الاسم، لكن هذا غير متصور، لأن الكتاب المذكور إنما ألفه ابن السبكي بعد جمع الجوامع لفترة زمنية طويلة، بعدما انتشر جمع الجوامع بين الناس وسجلوا اعتراضاتهم عليه، فبعد هذه كلها قام ابن السبكي بتأليف منع الموانع للإجابة وللرد على الاعتراضات اللي ذكروها. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.